يا أهل الدار طلوا طلوا الحبايب شعلان. بلدة بدنايل من قضاء بعلبك، تفسيرات كتيرة لهالاسم، ومنها وادي بين تلال ارتفاعها عن سطح البحر بين 850 متر و 2700 متر. داردارت فينا العلي والورد زرار حنوا عالورد خطيه. بدنايل بلدة غنية بالمياه، تشتهر بزراعة العنب والدراق وأصناف عديدة من الفواكه. يا بنت الجار لا تجور كتير علي، صار اللي صار صار اللي صار والعمر. مواقع أثرية عديدة، منها مغاور قديمة عايش فيها الإنسان الأول. شعلان النار والسكر قلبه داي. والمقالع المهمة يلي كان يتم فيها حفر الصخور ونقلها للمعابد الفينيقية القديمة بتحطنا تحت علامة استفهام كبيرة، من ناحية الضخامة ومن ناحية طريقة نقلها. أهم المراكز نادي مشعل بدنايل، مقام النبي أسمر، ومدرسة متوسطة. والمميز ببدنايل وجود ثلاث بيوت، بقلب كل بيت في مغارة. أما الميزة الأهم هي وجود بيوت مبنية من الطين، بعدها من هيديك الأيام من إيدين جدودنا. مثل دار